بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أم درس حديث أم دوام دكن حديث بستو ششا بخمبر عليه الصلاة والسلام دبه إن شر الناس شر انسان عند الله لجم خدع عز وجل منزلة جهد جيفا يعني شر انسان لجم خدع جهد جيوانك ان شر مخلوقات خدعنا يوم القيامة رجا قيامته او كينة الرجل او ظلام يفضي الى امرأته كو درا لجم بيركاخو ve tafdi ileyhi yani ev teşteku zilam ji birek yaradı beyce nabeyna vanda çeyde ya veya birek yaradı beyce sümme peştra ev tişte nabeyna vanda çeybiye yen şuru yen şuru kubbela ne var ya sirraha ev sırrı nabeyna vanda كو بلا بكن يك جوان ان شر انسانا لجم خدي او سرنا بين الظلام بيركدا تش دبن و سر لدر انسانا را ان شر مخلوقات خدي جهاد جيفا لجم خدي او حديث 27 ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه شر انسانا يعني نباشي شر معنا نباشي إنسانا جهة جيوا جهة جيوان لجم خده عند الله لجم خده يوم القيامة روجا قيامته هو أبا من تركه الناس كو إنسان تركوي دكن خو محافظات دكن جي إتقاء محافظات كرنا إتقاء معنا محافظات بخوف دكن فحشه جبوكم انسان خجوي انسان جبو فاحش جبو نباشتياوي جب تيوي شر نباشيه دبيجا و انسان جي خجوي محافظت دكن جبو نباشياوي فاحش اشر مخلوقات خدي انسانا لجم خدي اون يعني عليه الصلاه والسلام دبي شر مخلوقات شر انسانا لجم خدي عند الله منزلة جهة جيفا لجم عند الله الجم منزلة معنى جي يوم القيامة روجا قيامته قلت أبا هو أبا من تركه الناس كو إنسان تركه ويدكن إتقاء محافظة كرنا فحشه جيبو فحشتياوي يعني يك إنسان كي كو خج مرف محافظة بك جيبو نباشيا مرف يعني قوي زماني مرف سوريكي لنباشيه دبيجة أخلاقي مرف إيه نباشة. إنما كيمارب أن شر إنسانا لجمخات. هذه 27 إنكم بخمر عليه الصلاة والسلام دابس وان إنكم وان ستحرسون ون ببن إلى دا ستحرسون ون إلى داون حريص بن ون بوخازن إستكا على الإمارة لسر أميرتي يعني كون كو ببن آمري إنسانا في تشتي أو دليواتا ودا با با يعني ون حريص بن ون بوخازن و وستكون أي بب أف خاستنا و أف و في أميرتي كون خازن ندمت يوم القيامة أي بب بوش ندمت ندامة أنا بوش أي بب بوش مامبون رجع قيامتي بيغمر عليه الصلاة والسلام دبي وني حريص بن استكا وارزيا أرزيا و لسر أميرتي وني بن أمري إنسانا وني أمري بدن إنسانا في دشتيج وراء شي بب وني حريص بن خازن اما أي ببا اف خوستنا و امرتيا و ببا پوشمان بون رجا فنعمت فنعمت المرضعة تغاكو يعني مرضعة او, أو زاروكي كو شيردوخو تاي كو شيردوخو كيفاواتي قنجة فنعمت قنجة المرضعة يعني جلراوي هو دو دنيا ايدا كو انساني امير کو گلرا و امیرتیا هانه بخو ای پی کیف خوش ببه و کزارو کی کو كو... کو شیر دو خو سری اول دا چوا کو کیف آویده اره اوه ببه و کوی زارو کو شیر دو خو و یعنی و یبغم راलीसه دو سلام دبه داوی او امیرتی او جی ایبه په فاصله فاصله ابه او زاروک کو شیر وټقته د کو زارو کو شیر داووی وی شیر وټقټینه چوکو دګری او پوشمان دبه وقیرین دکه ادبه داوی او امیرتی جی ایبه په څپوشمان ببه گرین ببه نباشی جوی انسان نه هانه يعني سريع اول بيخمر عليه الصلاه والسلام دبى دبى وني حريص بن لسر اميرتي اف حريص تياوا وام خواز كون ببن امير لسر سري انسانا إنسان كو بابا امير ظلم جي تشي دبا نباشي تشي دبى عداله سيزي جي تشي دبى اي بابا بوش مامبون وستكون ندامة يوم القيامة او بابا بوش مامبون في خوستنا كون كو اميرتي دوخازن بيخمر عليه صدو والسلام دبي سريع ولدا كو ون بابن امري انسانا كوي كو قال ونقلده بكن فنعمت المرضيعات الدنيا ادا قال ومقامه ومقامي وي باشبي يعني او قديكو كو شير دو سريع ولدا كون نعمتي وي شيري كو دجرا فايده جيده وبيست الفاصمة

حديث بيستو إنها بيخمر عليه الصلاة والسلام دبي إن الميت إنساني قدمر ميت إنساني قور حمدك لا يعذب ببكاء الحي أري تي عذاب دان بجرينا إنساني صاخ يعني إنساني صاخ قل لسر مري بجري يعني بجري بيخمر عليه الصلاة والسلام جي لسر أولاد حزرتي إبراهيم جريا

محقق بخمرة عليه الصلاه والسلام دبي ميت انسان يكدمره تاع بجرينا انسان يسخ يعني جرينا كوماغو دي لي غوت قاتينا حديث سي بخمر عليه الصلاه والسلام دبي انما الاعمال عمل انجح عمل بنياتي بنياتينه یعنی عملي کومر په دغه باغلیه نیته انسان انسان کي کو شخله کي بکه ها عبادت ده به ها حرکت عالی کاریا انسان ده به او انسان کي نیتو ويجبو خديبه خدي وي عمل کي کریا او خدي عزوجله مكافاته وي او الاخرته بده اما او تشکي کو کریا ك نجبو خديا، جبو رياضيا إنسانيا، ويا جبو كمنفعتك بيجينا خو. أنا أبي دام دام حدثي أبي بيجي، يا جبو كمنفعتك بيجينا خو، خدي عز وجل وين يتوي لجورا يتوي عمل ددي. لو ما بيخمر عليه صدق والسلام ده إنما الاعمال انجح عمل. عملي مرض او عملي كوج انسان تشاد بحركاتي كوج مرض تشاد به بغلي نيتين وانما انجح لكل امرئ جبو هر شخصي امرئ شخص جبو هر شخصي ما نوى او تشتي كو قصدك مرض تش قصد تشبك نيتها مرض تشبا او نيتها مرض مرض راهي هاد فهمنا وانما انجح لكل امرئ هر انسانكي ما نوى جرا او تشتي كو

کو هجرت به المدینه وکرن نیت ومن صد دجه کو هر نوې عبادت خدای وکن او دیني خدای بلب کن له سریه دنیا حتی د به اصحابي کی جپيره ک کی حسد ک او پيره كهانه کو هجرت کړی په المدینه وا ویجي او جي جبوه پيره كهانه ویجي هجرت کړی الو <سؤال> ما عليه الصلاه <سؤال> والسلام راد بيجن دبن فلان اصحابي هجرت كي يجبو بي بري كهانه عليه الصلاه والسلام دبه او انسان كو هجرت او يجبو خدي ورسول خدي نيته او يجبو خدي ورسول خدي به خدي ومكافات هانه ومن كانت او بيغمر السلام اواجي دبه ومن كانت او انسان كوبه هجرته هجرته وي بالدنيا اي الى الدنيا بالدنيا اي يصيبها جبوك الدنيا كي الدبكة مالك الدبكة أو امرأة ياجي مال بيركي كو الدبكة يعني كحها ويل خب نيتا نجبو خدية نيتا وي جبو وي مالي هانية نيتا وي جبو يعني دو بيدا دو حديثة هانية جمارة شد دفهمي تمام اعمال اعمال مرب حركة مرب عبادة مرب او تشتكو مرب دكا لازم كجبو خدية بي.

يا جبو تقاركي يا ديجينين منفعتك دي جينين نخو وان هنك إشاة دكن او إشي هاني صوناوي او إلي سريوان لجم خدي راش بگاري فهجرتو إلى مهاجر إليه ويشاقه هجرتو او تجبو وي تشتكو هجرت كريا بالفا بلي حديثا حديثا سيو يكي ام بخينن إنما الطاعة في المعروف اري انجاق طاعت كو وكا انسانا بكا دباشي داي طاعتا انسانا چه دبا طاعت دمعصية دا چه نابه. يعني او انسانا كي كمارف اتعاوي بكا يعني معنى اتعاة چه كمارف وكاوي بكا او تشتهاني دمعروفة دا با دباشي دا با لغورة امر خود و رسول خود با لو ما بيخمر عليه الصلاة والسلام دبا انما طاعته انجا اتعاة انسانا او تکرن د باشی دا معنا باشی چیه کوی باشی او رسول خوده به لګورا شرع محمد عليه الصلاة والسلام با. او انسان كو کو إتا امر مرو بنا باشی تی ولو وی انسان چخ مزم با مر مرو ده بريا دیا مرو بريا في چمکی لا طاعه في المعصيه هي لا طاعه في المعصيه اطاعه دغنه هذا نايكر لما بيغمر عليه الصلاه والسلام دا انما الطاعه انجا إطاعة كرن دا باشي دباشيد حديث دواجي ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاسنا إن محقق مما أدرك الناس كو جي أدرك كو جيشتنى. إنسان جشتنا ج جي من كلام النبوة ج كلام النبوة جي بريدة إيه اولا يعني إيه بريدة يعني ج بريدة ج وحي بيخمبرة هاتية أري تشي إذا لم تستحي زمان كنت فدي نكي إنسان كو حيا نكا فاصنع ما بك ما شئت مرض يعني أيركو إذا لم تستحي كما عرف ابنك نكا فدي نكا جو خدي جو رسولي خدي جو إنسانا فاسنا بكا ما شئتا أو تشتكو تدخوازي أفيا جي قوتنا بيخمبرا جي أول دا هاتيا بيخمبرا عليه الصلاة والسلام يعني أوقع حياة نملية إذا لم تستحي فاسنا ماشيتة بلي بلي برا بس ب دخشي دا أمانتي خدي إن شاء الله